يا شيخ، بعد اذنك انا كنت سالتك امبارح، لكن يعني عايز اتاكد بس معلش، هل يعني لو حد يعني بيبقى مثلا عايز ان حكم ربنا يجي بطريقه معينه، ويعني بيشعر بنوع من الحزن غصب عنه لما بيعرف ان الحكم ما جيش زي ما هو عايز، هل ده كفر؟ انا جاوبتك انك موسوس، وانت قلت لي هل اؤاخذ بحديث نفسي؟ افدتك الا، لكن لا تكلم احدا في الموضوع. يعني مجرد المشاعر اللي تبقى غصبا عن الواحد ما بيبقاش لا قادر عليه، ما يعرفش لا يتحكم طبعا عليه. طبعا. السلام عليكم، شكرا يا شيخ. الله يسلمك.